أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحدهم يقول بأن الله رخص للمسلمين في موادة الكفار إلا من كان حربيا، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فهل هذا القول صحيح؟ هذا كذب على الله. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، يعني بأن يسلموا ويصيرون من أحباب المسلمين، وقد حصل هذا، أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من خواص المسلمين. نعم.